بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأذكر الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري حفظه الله. ذكر النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة والذكر المتعلق بالأبناء. النكاح وجه الدلالة هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحان الله، هذه الترجمة أتت في موعدها، هذه الترجمة سبحان الله، وهذا الدرس أتى في موعده سبحان الله، لأن معنا ومنا من فعلا حدث أمر شبيه بهذا أيها الكرام الفضلاء، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. دخل بأهله و ما قيل الذكر ولا الدعاء ولا فعل السنة في ذلك، فربط إلى وقتنا هذا وهو مربوط عن زوجه لا يستطيع أن يجامعها. نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية حتى لا تتركوا سنة نبيكم، الله يرضى عليه، حتى لا تتركوا سنة نبيكم أيها الكرام الفضلاء، حتى لا تتركوا سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتبهوا لمثل هذا تماما. وأذكر كنت في إحدى الدول في فترة الطلب، ولما تكلمنا عن آداب الزواج أيها الكرام الفضلاء حضرت عرسا، ونفس الكلام أيضا، ربط الزوج عن زوجه، وكان مما ربط فيه عن زوجه أيها الكرام الفضلاء في مثل هذا، فتذاكرنا آداب النكاح كيف تكون. فقال ذلك الشخص سبحان الله، يقول: والله إني فعلت ذلك في ليلة البناء، وقضى الله لي أن دخلت بأهلي وبنيت بأهلي من غير سوء ولا شر والحمد لله، ولما أصبحنا ننظف البيت وجدنا الأعمال السحرية تحت الفراش. سبحان الله، لكنها لم تضرهم إيش؟ لم تضرهم شيئا، ما ضرتهم شيئا. لماذا أيها الكرام الفضلاء؟ لماذا لم تضرهم شيئا أيها الكرام الفضلاء؟ لأنه أقام سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه الأمور تعتبر من الأحراز، من الحرز الرباني، الحرز النبوي، وتعتبر من التحصينات أيها الكرام الفضلاء. فلا ينبغي للإنسان أن يتركها بحجة والله إن الزوجة كانت عليها الميكب وكان مسوي الكوافير وما كنا نبغى نضيع الكوافير وما نبغى نضيع المكياج إلى غير ذلك، فلم يستمتع لا بمكياج ولا بشيء إلى غير ذلك. وأنا أذكر هذه المرأة سبحان الله كما قرأت في الأخبار الموثوقة، هذه المرأة التي الكلام ده كان قبل بضعة أشهر، شابة في دولة من الدول يأتيها وقت صلاة العشاء وهي بكامل زينتها في يوم بنائها، فتقول لأمها: أريد أن أتوضأ لأصلي. فتقول لها الأم: يا بنتي الصلاة لسه، وقتها العشاء يعني الليل طويل. تقول لأمها: كلا، أفضل الإسلام الإيمان بالله والصلاة على وقتها، كما في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيرهم. فتقوم سبحان الله وتتوضأ، ولا هم مكياج ولا ميكاب ولا شيء، وتصلي وتموت ساجدة على سجادتها في ليلة عرسها، ولسه ما يعني لم تدخل على زوجها. الأعمال بالخواتيم أيها الكرام الفضلاء، الأعمال بالخواتيم. فما ظنك بالذي يجعل ليلة الفرح هذه تكون فيها من المعاصي والغناء والراقصات والمغنيات والطرب والملاهي إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء؟ إذا كنت والدا
فلا يحل لك أن تسمح لابنك أن يفعل هذا ولا لبنتك أن تفعل هذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن قلت لي غلبنا النساء أقول لك اترك المكان واذهب، ولك في ذلك سنة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينكم الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. احفظوها الآية 68 سورة الأنعام، مثيلتها الآية 40 بعد 100 في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين الكافرين إن الله جامع الكافر والمنافقين في جهنم جميعا. فلذلك أخرج واترك هذه المواطن أيها الكريم الفاضل، واسعى في رضا الله تبارك وتعالى. فهذه الليلة، ليلة الزواج والنكاح والبناء، هي من الليالي التي تشكر عند الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه من النعم التي تشكر أن الله من عليك بزواج وبنكاح حلال تبارك وتعالى، وغيرك من أقرانك ما زال يبحث ولم يتيسر له إلى غير ذلك. لذلك ربنا جعل النكاح من آياته عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالحمد لله الله جعل لك زواجا شرعيا، وغيرك عند backdoor relations، علاقات خلف الأبواب المغلقة والعياذ بالله، علاقات بعيدة عن الكتاب والسنة وما أمر به ربنا تبارك وتعالى. فأحمد الله أن يسر لك هذه العلاقة الشريفة المنيفة النظيفة، وغيرك والعياذ بالله في معاصي وفي فجور. فهذه نعم تذكر فتشكر أيها الكرام الفضلاء، تذكر فتشكر أيها الكرام الفضلاء. فلذلك هذا الباب من الأبواب المهمة، وهذه الأمور من الأمور المهمة. جزاكم الله خير. ولو فتحنا باب من يذكر القصص لما حدث لمن يعرف من الناس في ليلة البناء من الربط ومن السحر إلى غير ذلك، يرد أشياء كثيرة في مثل هذه القصص. وخير الكلام ما قل ودل، لكن احرصوا دوما على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. إن استطعت ألا تحك رأسك كما قال أحد السلف إلا بدليل فافعل. دائما أن يكون هجيرك دوما وأبدا هو ماذا قال رسول الله، ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعك من قول فلان وفلان، خلك وإن تطيعوه تهتدوا، اجعل نفسك فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، اجعل نفسك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي قراءة الجمهور إسوة حسنة. قال أحمد بن فارس في معجم مقيس اللغة: والآسي هو الطبيب، والآسي هو الطبيب. نعم تفضل فضيلتك. النكاح منا من الله عظيمة على عباده، يتحقق بها من المنافع والمصالح والفوائد ما لا يعد ولا يحصى. هذه برضو نفس الشيء يا شيخ، يعد ولا يعد ولا يحصى، ولا يعد ولا يحصى. نحن نقول ونثبت كما أثبت القرآن، فهذه تعدلوها مما يعد ولا يحصى، هذا هو البراعة والبلاغة فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نعم، لو جيت تعددها ما تحصيها. هنا البلاغة، هنا البلاغة، مما يعد فلا يحصى. نعم نعم، يعني نشطب له. أيوة نعم نعم، مما يعد فلا يحصى. يتحقق بها من المنافع والمصالح والفوائد ما يعد ولا يحصى، وهو من سنن الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
وهذا فيه معذرة، وهذا فيه فائدة أن التبتل والانقطاع عن الزواج ليس من سنن المرسلين. ولذلك جلس مجموعة من الصحابة الكرام، فمنهم من قال ما أتزوج أنا، قال خلاص، قال نقطع مذاكيرنا فلا نتزوج، ما نبغى الزواج. والثاني قال لا أكل اللحم خلاص، ما عاد أكل تاني اللحم تسمعوا الشيخ يا جماعة ولا أنا بس اللي ما أسمعه؟ لا لا ما نسمع، صوت انقطع يا شيخ. خرج الشيخ عن البناية. هي نعم رجعت هنا. شيخ أنا ما نسمعك. شيخنا هل تسمعنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع، أين انقطع الصوت؟ من البداية. ها؟ لا كل لحم. أيوة أيوة نعم 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 نعم. فأتى هؤلاء الصحب الكرام، وكل يعني ظن أن هذا الفعل الذي سيقوم به هو الذي يقربه زلفى. فواحد قال أنا أصوم ما عاد أفطر خلاص، والثاني قال وأنا أقوم فلا أنام، والثالث قال أنا ما عاد أكل اللحم أبدا، والرابع قال خلاص أن نقطع مذاكيرنا ولا أتزوج النساء. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أما أنا أرأيتم أصوم وأفطر أقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث رواه الإمام البخاري رضي الله عن الصحابة أجمعين من حديث أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال كلام جميل، قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله. معنى هالكلام إن ما يظن أحد أنه لما يكون صائم الدهر ولا يكون يقوم ما عاد ينام، ولذلك النبي ما قام ليلة حتى الفجر عليه الصلاة والسلام، أو أنه يعني لما يقول ما عاد أتزوج إن يظن أن هذا من خشية الله ومن تقوى الله. لا، خشية الله وتقوى الله عز وجل في اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أحد الناس يسأل أحد مشايخنا الشيخ محمد المختار فقيه المدينة وواعظها، يقول لي يا شيخ أنا أبغى مثلك، أنا يعني ما أبغى أتزوج، وأنا ما أدري هل الشيخ تزوج أنا أو لا، الله أعلم. فالشيخ قال له يا أخي إيش لك أنت تكون مثلي، خلك مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا تريد بي؟ ولذلك يعني ممكن بعض الناس يقول لك إنه لم يتزوج، له ظرفه الخاص، لكنه ما كتب في كتبه أنه نهى عن الزواج. ابن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج أيضا، نستطيع أن نجمع كتابا في أهل العلم الذين لم يتزوجوا، لكن هم لم يقصدوا ذلك، إنما قدر الله عليهم هذا لظروف خاصة مرت بهم، ليس هذا موطن بسطها وبيانها. أيها الكرام الفضلاء، ليس هذا موطن بسطها وبيانها، كل له ظرفه، له ظرفه الخاص، لكن السنة هي التي تتبع، والنبي هو الذي به يقتدى
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. فلذلك النكاح هذا من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. ومعنى كلمة الفعل هذا النون والكاف والحاء، الأصل فيه بمعنى الضم، نكحت الماء الأرض يعني انضمت إليها وتخللتها، هذا ومعنى هذا الفعل هذا، هذا هو المعنى الفعل. فالفعل هذا نكح ينكح نكاحا، القصد فيه الضم والجمع والتداخل. ولذلك نقول تناكح الأشجار يعني انضم بعضها إلى بعض، ولما نقول نكحت المطر الأرض يعني اختلطت في داخلها وتخللتها وتخللتها. فسمي منه التزوج نكاحا لأن يعني ينضم أحد الزوجين إلى إيش؟ إلى الآخر. ثم أطلق بعد ذلك على الوطئ، أو قيل أطلق على العقد. وأصل النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاح أو لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لا أن تكون على ذمة رجل آخر، أو أن تكون في العدة، أو أن تكون من المحرمات عليه إلى غير ذلك. نقل هذا الحصكفي وفي الدور المختار، وجاء في حاشية ابن عبد، وأيضا نقله الرصاع في شرحه على حدود ابن عرفة في وطبعا النكاح هذا حكمته حكمة عظيمة، يعني يحفظ النسل ويحافظ على استمراره، كما نقل ذلك ابن قدام في منهاج القاصدين، وذكره الشاطبي في الموافقات. وأيضا هو مودة وسكن كما ذكره الله عز وجل في كتابه، وأيضا هو من باب التعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، قاله الشاطبي في الموافقات. وأيضا أيضا فيه تفريغ ما يضر حبسه واستيفاء اللذة والتمتع، كما نقله ابن حجر الهيثمي بالتاء المثنى في تحفة المحتاج على شرح المنهاج من كتب الشافعية. وفيه حفظ المجتمع من الأمراض الفتاكة المنتشرة كأمراض السيلان والزهر والهيربس والتيربس والزنا والأشياء مثل هذه كلها، الله يعافينا وإياكم. وأذكر الوالد جزاه الله خير يعني أرسل لي يعني مقطعا جميلا لأحد الناس جزاه الله خيرا، وهو يتكلم عن برنامج في أمريكا، هذا البرنامج يذاع في أمريكا من أكثر من 31 سنة، بعنوان You are not my father، أو You are not my أنت لست أبي. أكثر من 3500 حلقة استضافوا فيها نساء، ودعت المرأة، طبعا المرأة أنجبت سفاحا، فدعت من كان لها صديقا ما يسمى البوي فريند، وكان لها والعياذ بالله خدنا لها، نسأل الله السلامة والعافية، وليس لها بزوج، دعته لكي تقول له هذا هو ابنك. فلما البلوى الكبيرة، لما أخذوا الكروموسومز أو ما أخذوا ما يسمى بالشفرة الوراثية الدي ان اي، ما يسمى بداي نيوكليك أسيد الحمض النووي، أخذوا من كل هؤلاء الرجال الذين دعوا مع مجموعة النساء 3500 حلقة، ولا واحد طلع أب للطفل الذي كان موجودا في الحلقة مع هذه المرأة. تأملوا، عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة والعافية. صدق لا يعني لما قال عبد الله بن رواحة والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، أما نحن الحمد لله في بلاد الإسلام كل واحد منكم يقدر يطلع الفاميلي تريز، يطلع شجرة العائلة وشجرة النسب، وينسب نفسه إلى آدم عليه السلام. ولذلك قلت لكم ميزت هذه الأمة بثلاثة ميزات، من يذكر هذه الفائدة التي ذكرناها؟ ما هي الميزات التي ميزت بها أمة الإسلام وأمة القرآن؟ القراء يا شيخ، الأنساب عليكم السلام وبركاته، أيوة الأنساب. ثم
السند الإسناد ثم الإعراب أحسن الإعراب. نعم. أيوة أمة الإسناد والأنساب والإعراب، هذه أمة الإسلام أمة اللغة العربية. ثلاثة أشياء لا تجد أمة ميزت بها كويز بها أمة العرب والإسلام، أمة أنساب، كل واحد منكم يستطيع أن هو يكتب نسبه إلى آدم عليه السلام ويرفع رأسه مفتخرا، هذا أبي وهذه أمي وهذا عمي وهذا خالي وهذا جدي إلى آدم عليه السلام، أمة أنساب. وأمة إسناد تستطيع أنك أنت كل كتاب تقرأه تأخذ فيه سند إلى مؤلفه، إلى حديث رسول الله عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى في سند القرآن، كمر معنا فيما نحن نقرأ في مقرأتنا القرآنية بحمد الله عز وجل. وأمة الإعراب في قواعد اللغة العربية التي تستطيع أن تتكلم بها في كل وقت وفي كل مكان. أما هؤلاء، ولذلك تجد هذه البلاد ملئت بأولاد السفاح، يعني أولاد السفاح عبر هذه الدول نسب رهيبة جدا بالملايين، نسب رهيبة جدا بالملايين، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لما نبدأ نحن نتكلم في مثل هذا، يعني ماذا أستطيع أن أقول لكم يا شباب؟ لو أنا يعني أعطيكم يعني كما يقولون في جريدة اسمها استاتيستا يتكلمون، يقول لك the babies are born outside of the marriage. The babies are born outside of the marriage. الأولاد الذين ولدوا خارج إطار الزواج، يعني بالسفاح والعياذ بالله، بحمد الله ما تلقى فيها واحد من بلاد المسلمين العرب. عبارة أول دولة فرنسا، بعدين بلغاريا، ثم بعد ذلك تجد البرتغال، السويد، الدنمارك، هولندا، نيدرلاند، بلجيوم، إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه عبارة عن يعني كما أقول لكم دراسات أوروبية، يعني دراسات أوروبية. نسبة النسبة يعني إيش أقول لكم، قال لك فرنسا، بلغاريا، سلوفينيا، برتغال، سويدن، دنمارك، استونيا، نيدرلاند، بلجيوم، تشيكيا، سبين، فنلند، هنغري، استراليا، سلوفاكيا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ايرلندا، ايطالي، جرماني، رومانيا، ليتوانيا، بولند، كرواتيا، سيبروس، غريس، يونايتد كينغدم، ايسلند، نرويج، سويسرلاند، ليشنتيستاين او ما يسمى ليخاينشتاين على حسب النطق المختلف. ولا دولة مسلمة الحمد لله رب العالمين، ولا دولة مسلمة فضل الله تبارك وتعالى، حتى أصبح عندهم مشكلة كبيرة في أولاد الزنا وأولاد السفاح، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يسوقون لما يسمى الليسبينز والجايز، ويسوقون إلى الشذوذ الجنسي وما يسموه المثليين. لا، ليسوا مثلي أبدا، هذا يسمى الشذوذ الجنسي. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني، حتى تعلموا عظمة هذا الدين أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء، الذي سن لنا سنن الهدى وسن لنا شرائع الهدى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قد ذكره الله تعالى في معرض التفضل والامتنان في آيات عديدة من القرآن، قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم. بنينا
بنينا وحفدته ورزقكم من الطيبات، وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقرآن الكريم فيه آيات عديدة فيها الأمر بالنكاح والترغيب فيه وبيان آثاره وثماره وبيان الحقوق المتعلقة به كحسن العشرة والصحبة بالمعروف وكف الأذى ونحو ذلك من الضوابط والحقوق مما يحقق للزوجين حياة طيبة معشرة صالحة. قد جاء في السنة النبوية أذكار نافعة تتعلق بعقد النكاح وبالتهنئة بها للزوجين عند الدخول بالزوجة وعند الجماع، يترتب على المحافظة عليها والعناية بها فوائد عديدة وآثار مباركة تعود على الزوجين في حياتهما الزوجية بالخير والنفع والبركة. أما الذكر عند عقد النكاح فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهي خطبة عظيمة وذكر مبارك يسحب الاتيان به عند عقد النكاح، وهو مشتمل على معان عظيمة ودلالات جليلة، وفيه حمد لله والاستعانة به وحده وطلب مغفرته والتعوذ به من شرور النفس وسيئات الأعمال والإيمان بقضائه وقدره وشهادة له سبحانه بالوحدانية ولنبيه بالرسالة مع الوصية بتقوى الله عز وجل وتذكر فضله ونعمته ولزوم طاعته سبحانه، فهي من جوامع الكلم. هنا أريد أن أوضح في حديث خطبة الحاجة أن لفظة ونستهديه لم ترد، لفظة ونستهديه لم ترد في هذا الحديث. طبعا هو الشيخ ما ذكرها، أنا فقط لأن يكثر على لسنة الناس يقولون نستعين ونستغفره ونستهديه، لا، لفظة نستهديه ليست واردة، وأيضا نتوب إليه ليست واردة، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخر ما ورد. وطبعا أنتم ترون مما يحدث في النكاح
طبعا يقول لك الفاتحة ويجيب لك منديل أبيض ويحط كده يد العريس في يد وكيل العروسة ويحط عليه المنديل الأبيض وبعدين يقرأ الفاتحة. صح كلامي ده يا شباب ولا من كوكب المريخ أنا أتكلم؟ لا صحيح هذا في مناطق يا شيخ مناطق من ينتش المنديل ومن ينتش في مناطق يعني مو هنا ما في أعتقد. أنا أتكلم عما يفعل في بعض بلاد المسلمين ويسوق عبر الأفلام والمسلسلات حتى أصبح ديدنا عندهم. لو أنك أنت سويت عقد نكاح بدون منديل معناها العقد حيفشل مش حيضلل عليهم ومش حيضغطوا ولازم يتنتش يا شيخ. أيوة لازم المنديل وبعدين يتنتش نتشة معينة كده عشان يعني خلاص يحصل إيش البركة. لا هذا كله هذا ليس من السنة في شيء أيها الكرام الفضلاء، دي كلها مخترعات. إنما كما قلنا عقد النكاح يكون بهذه الناس، النساء في مكان مستقل وحدهن والرجال في مكان مستقل وحدهم، ويبدأ الإنسان سواء كان الذي سيلقي خطبة الحاجة هو عاقد النكاح المأذون أو أي أحد من طلبة العلم أو من الحاضرين، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. والشيخ الألباني عنده رسالة كاملة جمع فيها كل ما يتعلق بألفاظ حديث خطبة إيش؟ خطبة الحاجة، لا في الفاتحة ولا في منديل ولا في مثل كل ما ترونه في ما كان يحاك في المسلسلات إلى غير ذلك في بعض بلاد المسلمين. نعم تفضل. هذه نفسها يا شيخنا بتقال في خطبة الجمعة. أيوة نعم نعم نعم، هي التي تقال في خطبة الجمعة وكان النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام. وحقيقة نحن يعني نرى كثيرا من الخطباء الكرام الفضلاء لا يقولونها، ولا مانع إذا أنت استفتحت خطبة الجمعة. المهم طبعا خطبة الجمعة بده يكون فيها الحمد والصلاة على النبي ولو تذكر آية واحدة، لكن لا مانع أنك أنت لو تجعل في خطبك مثلا ثلاث خطب في الشهر فيها خطبة الحاجة وخطبة رابعة فيها الثناء وحمد على الله بما يفتح عليك من المحامد والثناء، لا حرج في ذلك. لكن أسمع الناس السنة يعني، لذلك تجد بعض الخطب حقيقة يعني كأنه بيلقي موعظة مباشرة، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكذا، ويقوم داخل في الخطبة مباشرة. لا الخطبة لها آداب أيها الكرام الفضلاء، والإنسان لابد أن يعني ينصرف من الخطبة وقد حدث له شيء جديد في أمور وعلوم السنة وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أنت الآن أيها الخطيب المبارك عندك 52 جمعة في السنة، لو أنك أنت قسمتها أرباعا ربع جعلته في الفقه مثلا في أبو 10 دقائق بالترتيب الملخص الفقهي للناس لخرجوا من عندك فقهاء، ربع جعلته في السيرة لخرج الناس يعرفون سيرة النبي ما صح منها وما لم يصح، ربع جعلته في حديث الأربعينوية مثلا وتشرح شرح جميل مختصر في أبو 10 دقائق إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من الفقه، يبقى على مدار السنة تكون غلقت 40 نوية وبعد ذلك تكمل 50 جامع الحكم بعد تكمل رياض الصالحين، والجمعة الأخيرة تجعلها في مشكلة اجتماعية تناقشها مع الناس. هذا طبعا ما لم يكن هناك ثمة تعميمات تأتي من الجهات المسؤولة وكذا والوزارة، نعم عليك أن تطيعها وأن تقوم بالخطبة فيها، لكن ما لم يكن كذلك تجعل الخطبة بهذه الصورة وتسرد فيها من أقوال العلماء ومن الأحاديث وتخريجاتها. يعني أنا الجمعة الفاتت صليت، الخطيب حتى الآية ما عارف ينطقها يا جماعة، والورقة أمامه يقرأها، يعني لهذه الدرجة سبحان الله. وهذا متكرر، ليس هذا شيء نادر، هذا متكرر، يعني تقرأ من ورقة جزاك الله خير، يعني حتى الآية ما أنك عارف أنك أنت كيف تقرأها على الناس، يعني ما يصير مثل هذا. يعني بقى الإنسان أن يتقي الله في جماعة مسجده وأن يتقي الله قبل ذلك أيضا في نفسه وفيما يقدمه للناس. نعم يعني شيخنا معظم المشايخ يعني خطباء الجمعة بيكون لازم يكون عنده متخرج من شريعة، يعني ما مو أي خطيب اللي بيمسك خطبة الجمعة، يعني الإمام اللي عندنا كان 22 سنة ماسك المسجد ومشوه لأنه ما عنده شهادة شريعة. اي ما في مانع، هذه تحديدات طبعا تحددها الجهات المسؤوله وهي يعني لها ما تريد في ذلك من ترتيب هالامور، ما يعني في مانع، لكن ما يمنع ان حتى ممكن انسان يكون متخرج في كليه الشريعه، لكن مهاره الخطابه هي مهاره قبل ان تكون شهاده،
صحيح. يعني الخطابة هذه مهارة قبل أن تكون شهادة، فلا مانع أنك أنت تأخذ الشهادة ويتم توظيفك في هذا المكان، ثم تثقل نفسك بمهارة الخطابة، حتى لو تدخل دورات في فن الخطابة، لو تأتي بإنسان متخصص فيها ويعلمك فن الخطابة. نعم، هي طبعا هي أشياء جبلية في الإنسان أن يكون خطيبا مفوها، أن يكون ملقيا مؤديا جيدا، لكن ما يمنع أنها تعلم أيضا إن شاء الله عز وجل. فالإنسان إذا وضع في هذا المكان أن يبذل جهده ليطور من إيش؟ ليطور من نفسه. أي نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الخطبة عقد نظام الإسلام والإيمان، أي أنها جمعت في وجيزاتها ما ينتظم به أمر الإسلام والإيمان من الاعتقادات الصحيحة القويمة والأعمال الصالحة المستقيمة. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لم يرد دليل على مشروعية قراءة الفاتحة عند العقد، خلافا لما يفعله الكثير من عوام المسلمين. وأما التهنئة للزوجين بالنكاح فقد جاءت السنة بأن يدعى لهما بالبركة وأن يجمع الله بينهما في خير. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أسر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. يعني المهر، يعني هذا المهر اللي دفعه. فبارك، قال فبارك الله لك وأولم ولو بشهر. وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله إذا رفع، أيوة، إذا رفع الإنسان إذا تزوج. نعم. وقوله إذا رفع الإنسان طبعاً بالنسبة لوليمة العرس هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة لقول النبي أولم ولو بشاء. هنا كلمة لو رفعتها من الوجوب إلى السنية، فمن لم يستطع أن يولم بشاة، من لم يستطع أن يولم بشاة أولم بما تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج على سويق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقول أنها سنة مؤكدة هو قول جمهور العلماء من الحنفية كما جاء في حاشية ابن عبدين، ومن الشافعية على الصحيح كما في روضة الطالبين لنووي، ومن قول الحنابلة كما في منتهى مطالب أولي النهى للرحيباني. وبه قال أكثر أهل العلم، قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لا خلاف بين أهل العلم أن الوليمة في العرس سنة مشروعة وليست بواجبة، إلا أخرجها من الوجوب لما النبي قال أولم ولو. هذه لفظة عند الأصوليين، لما يعني النبي قال لولا أنا شق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه أولم بماذا؟ بسويق عليه الصلاة وأتم التسليم. فلو كانت إلا هذه الوليمة أنها واجبة لقدر فيها النبي كما قدر في كفارات وفي ما يخرج في الأمور الواجبة، لما قال صاعا من تمر أو بر أو واقط أو 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 أو, أو شعير. والنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هنا بأبي هو وأمي، أن الأصل في هذه الوليمة أنها إعلان للنكاح فرقا بينه وبين السفاح، كما قال الماوردي في الحاوي الكبير، لما قال الماوردي في الحاوي الكبير. هنا يبقى السؤال، ما هو وقت الوليمة؟ متى يكون وقت الوليمة؟ قال يستحب أن يكون بعد الدخول، ويجوز فعلها قبل الدخول، حتى قال القاضي عياض في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم لا خلاف أنه لا حد لها ولا توقيت. وقال النووي رحمه الله لما شرح الحديث هذا في الصحيح
فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول، وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده، تجوز قبله وبعده. طبعا كيف تجوز بعده؟ إيش وجه الدلالة؟ من فين عرفنا أنها تجوز بعده؟ لما شف بعد ما شف الحديث اللي بين أيدينا هذا، لما قال أولم ولو بشا، لأنه خلاص قيدة كان عبد الرحمن بن عوف تزوج ودخل بأهله وهو إلى 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 غير إلى غير ذلك إلى غير ذلك. وهذا طبعا هو المشهور من مذهب المالكية كما نقله الحطاب في مواهب الجليل، وهو مذهب الشافعية أيضا كما نقله الإمام الشربيني في مغني المحتاج والرملي في نهاية المحتاج، وهو أيضا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال وقت الوليمة. طيب لما قلت لكم فضيلتكم لما تكلمنا أن النبي تزوج صفية بنت حي بن أخطب بعدما قتل زوجها اصطفاها لنفسه، وقلت لكم يعني صنع حيسا وكذا وأولم به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب الكلام ده كان قبل الدخول بها صحيح؟ يا مشايخ الله أعلم. من قال الله أعلم فقد أفنى. نعم هذا كان قبل الدخول، ثم صنع النبي حيسا في نطع وقال آذن من حولك، فكانت تلك يعني يقول لهم تعالوا، يعني يقول لهم لألس، يقول له روح قول لهم خليهم يجوا يأكلوا. قال ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي يحوي لها ورأه بعباءة، ثم يجلس عند بعير فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، وكان ذلك قبل البناء، حديث متفق عليه، لأنه بعدين تزوج بالمدينة يعني بنى بها بنى بها فين؟ في المدينة. وأيضا النبي لما تزوج صفية بنت جحش تزوجها بالمدينة ودعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، متفق عليه. فدل أن موضوع الوليمة الأمر فيه واسع الحمد لله، يجوز قبل الدخول ويجوز بعد إيش؟ بعد الدخول، وهي سنة مؤكدة، وهي سنة إيش؟ مؤكدة. لكن الغالب أيها الكرام الفضلاء أنه إن فعلها بعد الدخول فلا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الوليمة بعد البناء فأمر معنا في الحديثين، وهذا يدل على الاستحباب، يدل على ماذا؟ على الاستحباب. لكن عرف الناس الآن أن هو أن الوليمة متى يجعلونها يا مشايخ؟ قبل الدخول، قبل الدخول، وهذا يدل على سعة الشريعة سبحان الله. ما جعل عليكم في الدين من ما جعل عليكم في الدين من في الدين من حرج. طيب وهل الوليمة يعني لها قدر معين؟ لا، على قدر حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الأصل في الشريعة، على قدر حال الزوج. وهل يشترط فيها تكون في ذبائح؟ لا ما يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولم بمدين من شعير عليه الصلاة والسلام، عند كما عند البخاري من حديث صفية بنت شيبة سبحان الله، مدين من شعير يعني نصف صاع، يعني حوالي كيلو ونص عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على يسر هذه الشريعة، أقلهن مؤنة أكثرهن بركة، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، بل حكي الإجماع عليه أنه لا حد لها، لا حد لها. نقله القاضي عياض واختاره الصنعاني رحمة الله على هذا الجميع، وهذا يدل على اليسر سبحان الله، يدل على ولا يشترط فيها الذبح، لأن النبي قال ولو بشات، فهنا لما قال ولو بشات يعني تفيد التنكير الذي يفيد التقليل، التي يفيد التقليل، وفيها دلالة أنه يجوز الوليمة بدون الشاء. نقله الزركشي على مختصر الخراقي، على مختصر الخراقي. نعم هذا بالنسبة لما يقال في ذلك. نعم وقوله إذا رفع الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأه ودعا له بمناسبة زواجه
هي وكان... فضيلتك، هي فضيلتك بتشديد الفاء الموحدة الفوقانية، إذا رفأ إنسانا إذا تزوج. يعني صحيح. ما معنى رفأ؟ انتبهوا لهذا، بعض الناس يقول لك بالرفاء والبنين، صحيح يا شباب؟ نعم. أيوة، هذه لا تجوز، هذه من تهنئة أهل الجاهلية، من تهنئة أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطلها، كما أبطل تحية الموتى عليك سلام يا فلان، لا، قال السلام عليكم. فمعنى رفأ يعني هنأ، فكان يقول له بالرفاء والبنين، لا بد يكون في بزورة يعني. فهنا أبدلت هذه التحية الجاهلية بالدعاء بالبركة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وجمع بينكما في خير. نعم، وهذا يدل على يعني سبحان الله بركة الدعاء في هذا الموطن، أن الله يبارك لك فيها ويبارك فيها لك، ويجمع بينكم في إيش؟ ويجمع بينكم في، ويجمع بينكم في خير. نعم. وقوله إذا رفع الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأه ودعا له بمناسبة زواجه. وكان الناس في الجاهلية يقولون للمتزوج بالرفعة والبنين، بالرفاه والبنين، أيوه بالرفاه والبنين، أيوه سبحان الله. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقولهم بالبنين يتوافق مع ما جرت عليه عاداتهم بالكراهية للإناث والتنفير منهن وعدم الرغبة في مجيئهن. أيوه أرأيتم، يعني معناها إذا كان ما أجيب بزورة ما نبغاها، إذا لا تأتي بالبزورة إحنا ما إيش، لا نريدها. فأبدلت هذه التحايا الجاهلية بمثل هذا، إن الله يجمع بينهما في خير حتى وإن لم يقضي بينهما بإيش، بالذرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي قولهم هذا تأكيد هذه الكراهية والبغضاء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد إلى هذه الدعوة المباركة المشتملة على الدعاء لهما بالبركة، وأن يجمع الله بينهما في خير. ولذلك حتى كان من دعاء ابن مسعود أيضا سبحان الله، يعني كان يقول في مثل هذه الأدعية، اللهم إن جمع، يعني كان طبعا ابن مسعود عند ابن أبي شيبة يقول، قال لأبي حريز مرها أن تصلي وراءك ركعتين، وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت بخير. نعم. وأما ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجته ليلة الزفاف، فقد روى أبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا مسألة معذرة. طيب إحنا قلنا الدعاء بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذه التهنئة متى تكون؟ قبل الزواج يعني وقت قبل البناء. الأمر واسع كالوليمة، قبله بعده، الأمر إن شاء الله فيها إيش، فيها واسع والحمد لله. نعم نعم. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء متى لعبد الرحمن بن عوف؟ بعد ما بنى بزوجه، قال أعرست؟ قال نعم يا رسول الله. قال بما أمهرتها؟ قال بنواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاء. فدل على أنه يقال حتى بعد البناء، لما تقابل واحد كده وتقول فينك يا فلان، يقول لك والله كنت متزوج وكنت مع في شهر العسل وكذا إلى غير ذلك، يقول له خلاص بارك الله لك وعليك جمع بينكما فيش
في خير ما في مانع. رحت حضرت العرس في القاعة مثلا ما في مانع. أرسل لك بطاقة الدعوة ما في مانع أيضا أن تقول له بهذه ليش بهذه التهنئة. الأمر فيه ساعة إن شاء الله عز وجل. الأمر فيه ساعة والحمد لله. وأيضا كانت عائشة سبحان الله يعني تهنئ نساء الأنصار لما جئنا إليها لما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين قلنا لها على الخير والبركة وعلى خير طائر على الخير والبركة وعلى خير طائر. وسبحان الله كانت عائشة تزوج نساءها في شوال. طبعا أحد الناس يوما من الذين يقرؤون في الكتب بلا علم قال شوفوا يا جماعة شوفوا النبي تزوج عائشة في شوال. يا حبيبي في شوال مش في شوال الله يرضى عليك. يعني قصده يعني 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 المهر القليل في بركة ما فيش مشكلة. تزوج عائشة في شوال لا تزوجها في شوال وليس في شوال. جزاك الله خير. نعم طيب هل يجوز تهنئة غير هذا؟ ما في مانع لكن ألا تكون تهنئة فيها مخالفة شرعية بالرفاه والبانين إلى غير ذلك. ومثل يقول لك من 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 منك المال ومنها العيال. العيال ده مش منها جزاك الله خير. مال أبي حمزة لا يأتينا يسكن في البيت الذي يلينا يحزن ألا أنا ننجب البنين إنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما يبذر فينا. هذا واحد كان اسمه أبو حمزة كان متزوج امرأة ما تنجب فتزوج عليها امرأة أخرى فأنشدت هذه الأبيات. ما فيش حاسمة منك المال ومن العيال كله من الله عز وجل. فنحاول أن احنا نأتي بالألفاظ الشرعية التي وردت في التهنئة وغالبها البركة. الله يبارك لك الله يجمع بينكم على خير وأفضلها لو حفظت ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. بارك الله لكم وعليكم وجمع بينكما في خير. نعم هذا في حديث أبو زرع يا شيخ. آه في حديث أبو زرع لا هذه الوحدة. أما حديث أم زرع عند البخاري وعند الإمام مسلم وذكره الترمذي في الشمال ومر معنا باب ما جاء في سمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وروى البخاري معاشرة باب ما جاء في مؤانسة الرجل أهله وباب ما جاء في السمر بالليل. لا ما قالت كده لكن هذه في مسألة أخرى. أما أم زرع قالت فخرج أم زرع والأوطاب تمخض فوجد امرأة لها طفلين يلعبان تحتها برمانتين فطلقني ونكحها. حديث جميل إن شاء الله أن نشرحه في يوم كده إن شاء الله. نعم لكم بخير ويا. طبعا حديث مزرع ده حديث جميل جدا يدل على فصحة عائشة تقول زوجي العشنق إن أتكلم أطلق وإن أترك أعلق وأنا معه على الجناح المذلق. زوجي عايا يا غايا يا طابا قا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. زوجي كليل تهام لا حر ولا قر ولا سآم ولا ملال. أحد عشر قص سبحان الله امرأة وعائشة تحكي هذه القصة وبفصاحتها رضي الله عنها وأرضاها. يعني إيش أقول لكم كلمات جميلة. وإحنا شرحنا أكثر من مرة لما شرحنا كتاب الشمائل في هذا المجلس المبارك. نعم أما ما يقوله الزوج إذا دخل على زوجتي ليلة الزفاف فقد روى أبو داود بن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروتي سنامه وليقل مثل ذلك. وقوله اللهم إني أسألك خيرها أي خير هذه المرأة كحسن المعاشرة وحب هنا, هنا موقف في هذا الحديث. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهي عند أهل السنن. نعم
وهي حديثها حسنة إن شاء الله، حديثها حسنة إن شاء الله، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. مثال يعني كان إذا اشترى خادما أو بعيرا أو تزوج امرأة يقول بمثل هذا الدعاء. مثال ذلك الآن لو اشتريت أنت سيارة، لو اشتريت سيارة تدعو بهذا الدعاء، مكان الدابة ليه إيش السيارة أو موتور سايكل أو بايسيكلز أو أي شيء من الذي يدب على الأرض، اشتريت لك يخت، اشتريت لك مركب بوت إلى غير ذلك، تدعو بهذا الدعاء، تضع يدك على مقدمه وتدعو، أو على كبوت السيارة أو على اللي هو ذروة السنام يعني على أعلى السيارة وتدعو، أو على أي جزء من أجزاء السيارة، أمر في ذلك واسع، على الرفرف، على الباب، على أي مكان، وتدعو بهذا الدعاء حتى إن الله عز وجل يعطيك يعني خيرها ويبعد عنك ما فيها من الشر. جبلتها علي أي جعلتها مجبولة عليه، اللي هي خلقها يعني الأشياء الجبلية، الخلق، الطباع، أن تجعلها في أحسن الطباع المرضية، وأن تبعد عنها شر الطباع الغير مرضية. نعم. قال اللهم إني أسألك من خير، أسألك خيرها أي خير هذه المرأة، كحسن المعاشرة وحفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج ونحو ذلك. وقوله خير ما جبلتها عليه أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة. يعني خير ما خلقتها عليه من الأخلاق، أو خلقت عليه أفضل يعني من الأخلاق. خلقتها، جزاك الله خير. أي خير ما خلقتها عليه من الأخلاق الحسنة والطباع المرضية والسجايا الكريمة. وقولوا أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، في تعوذ بالله والالتجاء إليه لأن يقيه ويسلمه مما فيها من شر في خلقها وتعاملها ومعاشرتها وسجاياها. وهذا مشاهد أحيانا تجد المرأة سبحان الله يعني تتزوج بامرأة، طبعا مثل ما قالت المرأة إنك ستقدمين على رجل لم تعرفيه، وإلف لم تألفيه، كون له أرضا يكن لك سماء، لا تجعلن عينه تنظر إلا على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، إلى غير ذلك. أيوة، المرأة بتأتي مرات على أخلاق غير مرضية، وكذلك الرجل يأتي على أخلاق غير مرضية. فالدعاء بمثل هذا من الأشياء الجميلة، من الأحراز ومن التحصينات الجميلة التي تبعد سوء الخلق وتأتي بحسنه. نعم. يعني هي تدعي نفس الشيء شيخنا؟ أي نعم، أي نعم، ما في مانع، نعم ما في مانع، هذه أشياء متبادلة، هذه الأصل فيها النساء شقائق الرجال، أشياء متبادلة. نعم نعم. وهذا فيه دلالة على أن صلاح أمر الزوجين. فكما هو يسأل ربه عز وجل خيرها، هي أيضا تسأل ربه عز وجل خير هذا الزوج. نعم. وهذا فيه دلالة على أن صلاح أمر الزوجين والتئام شملهما لا يتحقق إلا بالالتجاء إلى الله والاعتماد عليه وسؤاله وحده العون والتوفيق والصلاح. أما ما يقوله إذا أراد أن يأتي أهله، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما. وهنا معذرة، أريد أن أذكر شيئا، إيه والله ذكره العسكري في كتاب اسمه الأوائل، إنك يعني من الطرائف هذه، يعني من طرائف الظرف، فسئل يعني متى تزوجت؟ قال قبل أن أولد. قال قبل أن أولد. طبعا هذا يدل على إيش؟ إنه طفشان من الزواج هذه، يعني هذا. نعم يعني لكن وبعض الناس يقول قبل أن أولد، ويدل إنه هو يعني يدل على سروري بهذه الزوجة. وممكن أحد الناس يأتي يكون قد عانى في حياته الزوجية فيوصي الشباب ألا يتزوجوا، يقول له إياك تتورط تتزوج.
يعني كحال من يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع، المرأة اللكيعة يعني المرأة اللكيعة، فتجعل مثل هالأدعية أيها الكرام الفضلاء، فتذهب ما يكون في الصدر من وحره، تذهب ما يكون في الصدر من وحره، وتجمع ما بين الأنس في الزوجين، وتبعد الغلظة والرعون والفظاظة وسوء التعامل إن شاء الله. نعم. وأما ما يقوله إذا أراد أن يأتي أهله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة في الأموال والأولاد، كما في قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن معناها كما قلنا، لما تدخل إن شاء الله إلى بيتك يعني بعد ما يعني أخذت أهلك وذهبت إلى البيت، تدخل في البيت وتقول السلام عليكم، حتى يقول الشيطان يعني لم تدركوا المبيت. ومن قول ربنا عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ثم تعمد مباشرة إلى جزاك الله خير، إلى أنك أنت تصلي ركعتين بأهلك وتضع يدك على ناصيتها وتقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. والمرأة تكون خلفك في الصلاة وليست بجوارك، زوجك تكون في الصلاة خلفك وليست بجوارك، هكذا هي السنة أيها الكرام الفضلاء في الصلاة. ثم بعد ذلك يأتي الرجل أهله ويقول هذا الدعاء، يأتي الرجل أهله ويقول هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقدر بينهما ولد يعني ذكر أو أنثى، لم يضره شيطان أبدا، لم يضره شيطان أبدا. أيها الكرام الفضلاء، هذا من الآداب المهمة ومن التحصينات التي تحفظ الإنسان من شرور الأسحار ومن شرور الأعمال السيئة ومن شرور الشياطين، وتستر عورته من أن يراها أحد من هؤلاء الشياطين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي عند الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار شرحنا بحمد الله: باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما، وذكر فيه الحديث. يعني حتى يا أيتها المرأة المباركة اللي تسمعين في البيوت الآن مع الأهل، يا أيها الرجل، يا أيتها البنت، لما الإنسان يفسخ ملابسه يخلع ملابسه يقول هذا الذكر، يقول بسم الله، هو جاي يفسخ ملابسه يقول بسم الله. في هذا الذكر تحصينات لك من أن الشيطان بفضل عز وجل لا يتعدى عليك ولا يراك، لأن الله يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، من حيث لا ترونهم. مسألة هنا: هل هذا الذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يقال من الرجل فقط أو من الزوجة والزوج، وهل يقال سرا؟ قال لا، يقول الشيخ بن باز: لا، تسمعه ويقوله كلاكما، يعني تقوله بصوت عالي ويقوله كلاكما، لأن الأصل في خطاب الشرع كما دلت القواعد الأصولية العموم: والنساء شقائق الرجال، فما قيل فيه يا أيها الذين آمنوا إنما قصد بها يا أيها المؤمنات، إلا أن يدل الدليل على خصوص أحدهما بالحكم دون الآخر.
نعم. الركعتين هذه جماعة يا شيخنا ولا كل واحد؟ أيوة نعم نعم نعم، وأن يقيمها خلفه جماعة، نعم، وأن يقيمها خلفه ويصلي بها ركعتين. شيخنا هي فقط في ليلة البناء ولا في كل ليلة؟ هذه عادي احنا بنتكلم على ما يكون من آداب البناء، أما صلاة الجماعة والاعتياد عليها في النوافل بين الرجل والمرأة بدعة، أما أحيانا ما في مانع كده مصادفة أن تصلي بأهلك جماعة في قيام الليل ما في حرج، مصادفة أحيانا، أما كل يوم تقول لها مثلا تعالي أصلي أنا وأنت جماعة، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. سبحان الله يا شيخنا، أنا يعني لا كنت يعني ما كنت ملتزم أيامية، هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة، ولكن سبحان الله ربنا أراد إني أنا قبل ما ليلة الدخلة إني أصلي ركعتين كده، سبحان الله يعني ربنا أوحى لي إني أنا أصلي ركعتين. سبحان الله، وهذا هو الالتزام، يعني جزاك الله خير، يعني الإنسان بفطرته يعني محب لذلك ما دام أنه لم يفعل من الفواحش والأباطيل وكذا، لكن أنت فضيلتك مولانا والدنا الغالي أنت زدت استقامة إن شاء الله. نعم نعم. أيوة. وأنا أقول لكم والله يا أحبابي، يعني من خلال رحلاتي في الطلب وكذا وما أستمع من قصص الناس، من فعل هذا بفضل الله حرز وتحصين، والله أقولها لكم بالصوت العالي لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقلت لكم الرجل عامي، رجل عامي يا شباب يقول لي سبحان الله والله إني وفي دولة أنا كنت في زيارة بعيد يعني في ذيك الدولة، سبحان الله يقول لي فعلا فعلت ذلك، ولما وبتنا بخير ليلة وقضينا حاجتنا وأربنا والحمد لله، ولما أصبحنا ننظف البيت وجدنا الأسحار تحت الفراش، وجدنا الأسحار تحت الفراش. نعم، فلذلك يا أحباب إحنا يعني تلقى الإنسان في وقت الزواج يعني مهتم بالقاعة ومهتم يسأل عن أفضل القاعات وعن أفضل من يبيع التيوس وعن أفضل المطاعم التي حتحضر العشاء، ويسأل عن أفضل من يطبع له البطاقات الدعوة إلى غير ذلك، وينسى أن يذهب لشيخ وطالب علم يسأله عما يفعل في تلك الليلة من الأمور الشرعية، ثم يبتلى بعد ذلك بالربط أيام وليالي، ويصبح عنده ذكرى ليلة البناء من أنكد الذكريات، والحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، تصبح هذه الليلة من أنكد الذكريات. فلذلك نحن نقول يا أحبابي والله لن يكلفنا شيء، والحمد لله طلبة العلم متكاثرون متوافرون، يبذلون أوقاتهم ويبذلون مهجهم ويبذلون النصح للأمة، لكن التقصير يكون من الإنسان الذي لا يسأل ولا يريد أن يسأل، ويسأل عن كل شيء، لكن الشيطان يصرفه أن يسأل عن أعظم شيء وهو السؤال في أمر دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والحكمة في ذلك أن الشيطان له مشاركة بالأموال والأولاد، كما قال في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فإذا دعا المسلم هذه الدعوة سلم منها في هذه المشاركة وقي من شره، وقد جاء في السنة كذلك تعويض الأبناء للحفظ من الشيطان، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وأمة ومن كل عين لامة، كان يقصد يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيوة نعم نعم، إن أباكم كان يعوذ بها من إسماعيل وإيش؟ وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأبناء الدعاء لهما بالبركة، ومن
ذلك ما رواه البخاري ومسلم من عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت بابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام. طبعا يا شباب لما قال النبي أعيذكما بكلمة الله التامة لأنهم كانا مثنى الحسن والحسين فمن له طفل واحد يقول أعيذك بكلمات الله التامة ومن له أطفال مجموعة أطفال وجابه وما عنده فيقول أعيذكم بكلمات الله التامة فهذا الضمير فقط من باب المثنى فيتغير بتغير الحال. نعم أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا عليه الصلاة والسلام وإياكم أحسن الله إليكم. تفضلوا.